ليفربول اللي هتكون طبعا في بداية اليوم. ما ننساش طبعا لقاء النادي الأهلي اللي هيكون بكرة الساعة 6 إن شاء الله. عنده لقاء مهم جدا في غينيا في دور ال 32 من دوري أبطال أفريقيا، ومشوار مهم جدا نحو بطولة نأمل إن شاء الله النادي الأهلي يقدر يحققها علشان يحقق اللقب التاسع لكل جمهوره وكل عشاقه في كل مكان في العالم. طيب احنا دايما زي ما حضراتكم متعودين كل اسبوع هنجيب لحضراتكم نجم نتكلم عليه، نجم من نجوم كرة القدم اللي اثروا في كرة القدم العالمية واثروا ايضا في لعبة كرة القدم وفي الجماهير وغيروا من مفاهيم كرة القدم في الكثير والكثير من الامور اللي حضراتكم بتتابعوها. نجمنا النهاردة هو نجم كبير جدا، واحد من افضل روس الحربة اللي موجودين في العالم، تألق في أندية كتيرة جدا، لعب في الدوري الإيطالي ولعب في الدوري الأسباني، تألق مع إنتر وتألق مع ميلان، تألق مع برشلونة وتألق مع ريال مدريد. نجمنا هو واحد من الأساطير اللي موجودين في عالم كرة القدم، اللي لعب لكل الأندية المنافسة لبعضها، لكن يظل واحد من معشوق الجماهير اللي موجود في العالم. لعب لبرشلونة بس جمهور ريال مدريد بيحبه، لعب لريال مدريد بس جمهور برشلونة بيحبه وبيعشقه، لعب للإنتر جمهور الميلان بيحبه، لعب للميلان وجمهور أيضا الإنتر بيحبه وبيعشقه. نجمنا النهاردة هو واحد من نجوم المنتخب البرازيلي، واحد من زي ما حضراتكم شايفين هو الظاهرة رونالدو، أرقامه كتيرة جدا جدا ومسيرته طويلة بالرغم من وجود إصابة عنده، لكن تألق وقدر أن يعود مرة واثنين وثلاثة. لعب 164 مباراة في الدوري الأسباني مع ريال مدريد وبرشلونة، أحرز خلالهم 117 هدف وصنع 29. في الدوري الإيطالي لعب 88 مباراة أحرز خلالهم 58 هدف وصنع 6 أهداف. في الدوري الهولندي لعب فيه 46 مباراة أحرز خلالهم 42 هدف. في دوري أبطال أوروبا لعب 40 مباراة أحرز 14 هدف وصنع 9 أهداف. في الدوري الأوروبي شارك في 23 مباراة أحرز 15 هدف. أبرز ألقابه الشخصية أحسن لاعب في أوروبا أعوام 2002-97، أفضل لاعب في العالم 3 مرات أعوام 96-97-2002، هداف كأس العالم 2002 برصيد 8 أهداف، وهداف الدوري الأسباني مرتين عام 96 وعام 2004، أحسن لاعب في إيطاليا عام 98. أبرز البطولات اللي حققها رونالدو 2 سوبر أوروبي، بطولة الإنتر كونتيننتال، الدوري الأوروبي مرتين، كوبا أمريكا مرتين، كاس هولندا، كاس البرازيل مرتين، واثنين سوبر أسباني، 2 دوري أسباني، واثنين كاس عالم. اخترنا لحضراتكم يعني واحدة من أبرز الفيديوهات اللي ممكن نشوفها مع رونالدو علشان نعيشها ونتابعها ونشوفها ونرجع نكمل معاكم في نجم الأسبوع الظاهرة رونالدو البرازيلي. خليكم معنا ولكن بعد الفيديو الممتع والرائع.